إلا استقر وانشرح، ولا أشربها قلب إلا اطمأن وامتسح، ولا قذف بها على باطل إلا زهق وتزحزح. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، الذي انتقاه من أطهر سلالة، واصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدى ما عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في هذه الليالي الزاكيات الطيبات من ليالي عشر ذي الحجة المباركات، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ويجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يرفع في درجاتنا، إن ربي سميع الدعاء. إخواني وأخواتي، لا يخفاكم أننا على أعتاب سنة هجرية جديدة، ذلك أننا في آخر شهر من شهور سنة 43,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن في مضي هذه السنين وانقضاء هذه الأعوام لعبرة لمن يعتبر، وموعظة لمن يتعظ. ولذلك لي مع هذه السنة القادمة والسنة المنصرمة جملة من الوقفات، أولها الوقفة الأولى أن الإنسان في واقع الأمر في سفر منذ قديم الزمان، يتنقل ويتقلب في مرحلة بعد مرحلة ومن حالة إلى حالة. يا أيها الإنسان، إنك في واقع الأمر في سفر منذ قديم الزمان، بل منذ قبل أن تخلق وأنت في سفر. ولذلك جعل الله جل وعلا الدور ثلاثة: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار اليوم الآخر. أما دار الدنيا فهي دار التكليف والعمل، وأما دار البرزخ فهي دار الجزاء، وأما الدار الآخرة فهي دار الجزاء أيضا، والناس يعيشون فيها أبدية الله جل وعلا، وليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنان. يقول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان يتقلب في صلب أبيه، ثم ينتقل إلى رحم أمه، ويتقلب في أطوار عدة، ثم ينزل إلى هذه الدنيا سميعاً بصيراً، ثم يبدأ في مرحلة الطفولة، ثم الشباب، ثم الشيخوخة. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيباً. هكذا هو سفر الإنسان في هذه الدنيا، ثم ينتقل بعد ذلك من هذه الدنيا إلى دار الجزاء. الوقفة الثانية: هذه الدنيا في واقع الأمر ليست بدار مقر، وإنما هي دار ممر، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. ألا ترون إلى أحوال هذه الدنيا؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين القرون الخالية؟ أين الأمم السالفة؟ مضى عليهم سنة الله تعالى في خلقه وعباده. ولذلك يقول الله جل وعلا: لكل أجل كتاب. يقول جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. يقول جل وعلا: كل من عليها فان. ولذلك هذه الدنيا في واقع الأمر ليست لأحد مخلدا، وإنما هي دار انتقال،
ولو شرف أحد بالبقاء فيها لشرف حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله جل وعلا في حقه: إنك ميت وإنهم ميتون. قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولذلك أنبياء الله ورسل الله هم أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك جرت عليهم سنة الله جل وعلا الكونية القدرية في انتقالهم من هذه الدار، وأن الله تعالى أذاقهم الموت كما أذاقه جميع البشر. الوقفة الثالثة أن هذه الدنيا في واقع الأمر من تأملها يجد بأنها دنية وأنها تتقلب بأصحابها. ففي هذه السنوات الماضية التي عشتها أنا وإياكم نتأمل في أحوال هذه الدنيا، كم تقدم فيها من زنيم وكم تأخر من عظيم، كم افتقر فيها من غني وكم اغتنى فيها من فقير، كم صح فيها من مريض وكم مرض فيها من صحيح. أحوالها عجيبة تتقلب بأصحابها. ولذلك لا ينبغي للعاقل الكيس الفطن أن يطمئن إلى هذه الدنيا أو أن يخلد إليها، ذلك أنها دار تقلب ودار تحول. ولأجل هذا يحذر الإنسان من هذه الدنيا ولا يجعلها في قلبه، وإنما يجعلها في يده شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقفة أخرى إخواني وأخواتي، هذه الدنيا في واقع الأمر كما ذكرت قبل قليل، ما من أحد إلا وسينتقل عنها، ما من أحد إلا وسينتقل عنها، ولا يمكن لأحد أن يدفع عن نفسه الموت. أؤمل أن أحيا وفي كل مرة تمر بي الموتى تهز نعوشها، وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقايا ليال في الزمان أعيشها. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. نعم هذه الدنيا. ولذلك من حسب واستعد لهذه اللحظة فهو ورب السعيد، فهو ورب السعيد. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من وصاياه لنا صلوات ربي وسلامه عليه: خذ من شبابك لهرمك، ومن صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحثنا إلى أن نهتبل فرصة هذا العمر للموت الذي سيذوقه كل واحد منا. خذ من حياتك لموتك، استعد لتلك اللحظة الحاسمة التي ستأتي على كل حي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقفة أخرى لا بد للإنسان من أن يتدبر ومن أن يتعقل ومن أن يتفهم واقع حياته. يا للأسف على أحوال كثير من الناس، تمر بهم الآيات والعبر فلا يتعظون ولا يتذكرون. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. هذه الجنائز، هذه القوافل، قوافل الموتى التي ترحل إلى الدار الآخرة، إنما هي رسالة لك أيها الحي أنك كما حملت هذا الميت ستحمل في يوم من الأيام. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. ولذلك ربنا جل وعلا يرينا من آياته الشيء الذي يجب على الإنسان أن لا تمر عليه هكذا مرورا عاديا، وإنما يجب عليه أن يتعظ وأن يتذكر هذه اللحظات. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقفوا على القبور بكوا، لأنهم يتذكرون هذه النهايات. وكان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إذا حصلت جنازة ما يدرون من يعزون،
يختلط هؤلاء الذين أصابهم الحزن، فما يعرفون من هم أولياء الميت من غيره، وذلك لكونهم أخذوا العبرة والعظة. أمر آخر، هذه الدنيا لا تعرف غنياً ولا فقيراً، ولا ملكاً ولا مملوكاً، ولا ذكراً ولا أنثى، ولا صغيراً ولا كبيراً، والموت لا يستأذن أحد، وإنما يأتي بغتة. ولذلك الموت لا مرة كان مع أصحابه فخط خط دائرة، ثم خط خطا فأخرجه من الدائرة، فتعجب الصحابة من صنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا أجل الإنسان، هذه الدائرة أجل الإنسان، لكل أجل كتاب، وهذا الخط إنما هو أمله. ولذلك تجد بعض الناس يعيش آمال طويلة، ولعل أكفانه بالغيب تنسج، ولعل منادي الله عز وجل قريب منه، ولذلك قد يأتي الإنسان يأتيه الموت بغتة فيتفاجأ بذلك، وما استعد للقاء ربه جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالخواتيم، ويقول عليه الصلاة والسلام: يبعث المرء على ما مات عليه. في الحج النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما مات ذلك الرجل الذي حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان محرماً، فسقط من ناقته فاندق عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام: كفنوه بثوبيه ولا تخمروا رأسه وجنبوه الطيب، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. يا هذا ويا هذه، أين أنتم من هذه النهايات وهذه الخواتيم؟ يبعث المرء على ما مات عليه، هل ترضى أن تبعث وأنت تارك لصلاة الصبح؟ هل ترضى يا عبد الله أن تبعث وأنت تعاقر الخمرة؟ هل ترضى يا عبد الله أن تبعث وأنت تمضغ الحشيشة؟ هل ترضى يا عبد الله أن تبعث وأنت واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام؟ ما موقفك بين يدي الله رب العالمين؟ لذلك واجب على العاقل الكيس الفطن أن يستعد لمثل هذه اللحظات. هذه الأعمار، هذه السنين إنما هي مطايا، فمن ركب الأيام وركب الأشهر وركب هذه السنين إنما تسير به إلى نهاياته. هذا الإنسان في هذه الدنيا في واقع الأمر إنما هو في سفر، فكلما مضى يوم فقد مضى بعضك. أرأيت هذه الرزنامة المعلقة على جدران المساجد وفي البيوت؟ نقطع في كل يوم ورقة من ورقات هذه الرزنامة، هذه باختصار هي حياتك. في كل يوم يمضي إنما يمضي بعض عمرك، نفرح بنهاية الشهر لأجل الرواتب، والواقع أننا نفرح بقرب آجالنا. هذه حقيقة، بل هي قمة الحقيقة التي يجب على كل مسلم أن يقف عليها وأن لا يصد عنها وأن لا يتغافل عنها. قولوا لي بربكم أيها الشيب وأيها الشباب، هل سمعتم إنسانا دفع الموت بماله؟ هل سمعتم عن إنسان دفع الموت بجاهه؟ انظروا إلى هذه الدنيا ففيها والله عبر لمن ادكر ولمن اعتبر. كذلك يجب على الإنسان أن يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما منا أحد إلا وندم على سالف أيامه في ذنب وقع به
أو في أمر تكاسل عنه، فيجب على الإنسان أن يعيد صياغة ذاته وأن يصطلح مع ذاته ومع نفسه، أن يستوعب هذه المعاني. ولذلك محاسبة النفس شأن أهل الإسلام. يقول الله جل وعلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني أقسم بالنفس اللوامة. من هي ما هي النفس اللوامة؟ هي التي تلوم صاحبها. فإذا شعرت بأن نفسك دائما تلومك على واجب تركته أو خطيئة تلطخت بها، فاعلم أن قلبك حي ولله الحمد والمنة. أما إذا تركت الواجبات ووقعت في المحرمات ونفسك لا تحرك ساكنا ولا تزعج قاطنا وكأن الأمر شيء طبيعي، فاشتري لك قلب، فإن قلبك قد مات. نعم، النفس اللوامة هي النفس الحية التي تدفعك إلى التدرج في معالي الأمور وتنقذك من سفساف الأمور، هكذا هي النفس الأمارة. فواجب على الإنسان أن يحاسب نفسه، كذلك واجب على الإنسان أن يكون له مشروع فيما تبقى من حياته. الناس يصنعون لأنفسهم مشاريع في حياتهم، يقولون: مشروع العمر، بيت أو فلة تبنى، وهذا أمر مباح. تجارة وشراكة تعقد، وهذا أمر مباح. أين مشروع الآخرة؟ هل قدمت مشروعا ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولذلك الإنسان يجب عليه منذ اللحظة أن يستقبل باقي أيامه بمشروعات شرعية وفيها الثواب والأجر ترفعه عند الله جل وعلا. فحرصك على الآخرة ينبغي أن يكون أشد من حرصك على الدنيا. كيف تقدم الفاني على الباقي؟ ما عند الله لا ينفد، ما عند الله باق وعندكم ينفد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. أتي بشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت عائشة رضي الله عنها فتصدقت بها، لأن هذه الصديقة كانت مشهورة بالجود والإحسان والإنفاق، فأبقت الذراع لعلمها بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للذراع. فلما عاد عليه الصلاة والسلام قال: ما صنعتم بالشاة؟ قالت: ذهبت كلها إلا ذراعها أو إلا كتفها. قال: بل بقيت كلها إلا كتفها. ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ما تنفق ما ينفق الإنسان من شيء فالله جل وعلا يكتبه ويخلفه، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي، هذه السنين التي تطحن فينا طحنا وتمضي سريعا، إنما والله إنما هي من عمرنا ومن ما جعله الله عز وجل لنا من هذا العمر. فواجب على الإنسان أن يأخذ من تصرم الليالي والأيام العظة والعبرة، وأن يعلم بأنه خارج من هذه الدنيا بكف فارغة، وخارج من هذه الدنيا بقماش رخيص لا يأخذ معه شيء. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر
خاب بانيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها فاعمل لدار غدا رضوان خازنها الجار أحمد صلى الله عليه وسلم الجار أحمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. وقفة أخرى إخواني وأخواتي، أن التمتع بحلال الدنيا أمر أباحه الله جل وعلا. يقول تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يقول جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولذلك دين الإسلام دين وسطية واعتدال، جاء لتحقيق متطلبات الروح والجسد، جاء يدعو إلى الآخرة مع الدعوة إلى أعمار الدنيا. ولذلك الحلال أكثر من الحرام، ولكن الشيطان يضيق على الناس الحلال ويدفعهم دفعا ويؤزهم أزا إلى الحرام، نسأل الله العافية والسلام. الحلال في المشارب والمطاعم والملابس والمراكب وفي النكاح وفي غير ذلك مما أباحه الله وكثره ووفره، والحرام قليل في مقابل هذا الحلال. لكن بعض الناس يأبى إلا أن يطيع الشيطان ويعصي الرحمن. ولذلك أسعد الناس من أخذ حظه من هذه الدنيا بالحلال. انظروا إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة، أكثر من نصفهم لديهم إمبراطوريات مالية إن صح التعبير، وهم رهبان بالليل فرسان بالنهار أهل زهد وورع وتقوى. ما منعهم هذا الزهد ولا ذاك الورع؟ أن يأخذوا من حلال هذه الدنيا وأن يستعملوه في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام وهذه الليالي التي هي مطايا لكل إنسان سائرة به إلى نهاية هذه الدنيا، واجب على الإنسان أن يأخذ منها العظة والعبرة والذكرى. والله جل وعلا له سنن في خلقه وعباده، وله رسائل سبحانه وتعالى لخلقه ولعباده، وأنزل هذا القرآن تذكرة لنا جميعا. فالله الله بالاعتبار والادكار والاتعاظ، وأن نعلم بأن نهايات هذه السنوات إنما هي في واقع الأمر اقتطاع وجزء من حياتنا ومن عمرنا. قال الفضيل بن عياض لرجل: كم مضى عليك يعني من العمر؟ قال: 60 سنة. قال: لا إله إلا الله، أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله جل وعلا، تسير إلى الله جل وعلا، فماذا عملت؟ فقال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تعرف تفسير هذا؟ قال: لا. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أي أنت سائر إلى الله الذي إليه الرجعة، سائر إلى الله الذي إليه الرجعة. قال: فما العمل؟ فقال له الفضيل بن عياض: اعلم أنك موقوف بين يدي الله وأن الله سائلك، فأعد لهذا السؤال جوابا ولهذا الجواب صوابا. وذكره ووعظه، ثم قال: ما الحيلة؟ قال: أحسن فيما بقي، فإن أحسنت فيما بقي غفر الله لك ما مضى، وإن أسأت فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. هذه صورة مصغرة لأحوالنا، فلنستشرف بقية هذه الأيام أو نستشرف عاما جديدا بكل فأل وأمل وتطلع إلى إعانة الله عز وجل لنا سبحانه وتعالى بالعبادات والطاعات وما أكثرها. ولا يقول أن إنسان ماذا أعمل؟ أولا يجب على الإنسان أن يلتزم أوامر الله جل وعلا، وأهمها توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان به والإيمان بما أمر الله الإيمان به، كذلك أداء الفرائض، الصلوات الخمس،
صيام رمضان، أداء الزكاة، حج البيت الذي ذكرنا شيئا من أحكامه في هذه الدورة وبالأمس أيضا، كذلك أداء بقية الحقوق والواجبات، وهي أمر يسيرة على من يسره الله جل وعلا لها ويسرها له. كذلك إخواني وأخواتي، بالنسبة لهذه الأعمال التطوعية والفضائل والمندوبات لا تقف عند نقطة منها أو عند مسألة منها، من استطاع أن يجمعها جميعاً فإن هذه رتبة سنية ومكان علي، ومن لم يستطع فعليه أن يأتي بما استطاع، فاتقوا الله ما استطعتم، وإن لم يستطع فليكف شره عن الناس فإنها صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يسلك بي وبكم سبيل الراشدين، وأن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة التي ترضيه عنا. إن ربي خير مسؤول، وإنه سميع قريب مجيب الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.